لكن يعني عندما يأتي وزير العدل التونسي ويتحدث عن ربما مطالبة بإلغاء البند الخاص بتجريم المثليين في العقوبات الجنائية، ألا تعتقد أن ده برضو يعني مختلف قليلا عن الدين ومختلف عن العرف وعن التقاليد العربية، يبدو قريبا من الغرب أكثر من قبل؟ هذا صحيح، ولكن السيد وزير العدل الذي تفضلت بذكره لا يلزم إلا نفسه، لكنه طلب المجتمع المدني بالضغط ولكن من أجل الحرية. ولكن طلبه لا يلزم الدولة، وهذا لا يتم ولن يتم، لن الزمخشري تعرفوه لن يتم. أي أنت ترفض ذلك؟ أرفض ذلك.